لما يكون يرفض التعاقد. يعني جزء من المراهقين لما يجوني مثلا، فهي العمليه تعتمد يعني من بين وبين اجبار نسبيه احيانا. يتاكد الوسواس القهري شيء كثير يعني بصراحه. يعني هاي راح اختم صوتي تراوح. نبني مجتمع، نبني مجتمع ربي اخبارك بث الخير ممتاز. كلام جميل. العبادة شوية ضغط بطلع عن الموضوع، لأن عندنا احنا هدف سماجي المجتمع معناته. والله يا أم أحمد أنا أحبك أموت عليك وأحبك. قاعد تشوفون في أمل بالصورة، مع أن هذا قاعد يعاني، وهذا ترى دورنا احنا كلنا. يتم معالجة هؤلاء الأطفال من خلال الرسم والقصص، من خلال الطفل ما يرسمه الأطفال، وهذا الرسم يساعد الشخص المعالج حتى يخرج مكنونات داخل الطفل، ومن أيضا من خلال الحديث مع الطفل من خلاله يستطيع الطفل التعبير عن مشاعره وأحاسيسه تجاه هذا الموقف، ومن خلاله تتم عملية المعالجة. إذن عملية المعالجة تتطور من خطوات أساسية تبدأ من خلال بداية مع الرسم، ومن ثم تتطور إلى حديث من خلال الرسم على شكل قصة حتى يستطيع الطفل التعبير عن الموقف الذي حصل له. بعد هذا الأمر الشخص المعالج يتابع الطفل من خلال إذا هناك أي أعراض أخرى عند الطفل ظلت، ومتابعتهم مع ولي الأمر، ومن خلال يعني تتم متابعة الطفل، ولكن من خلال ما قدمناه اليوم يستطيع المعالج أو المعلم فعلا التعامل مع هذه الأعراض من خلال محاضرة واحدة فقط. بس هل فقدنا الأمل؟ لا. الله أنا ودي وأنا أحب وأنا لا لا ما هي الأساس. تعلم أن الملاحظة مهمة في التعامل مع الإنسان. مديرية العامة التربية نينوى قسم الإعداد والتدريب لديها خطة موسعة لشمول مدارس نينوى ببرنامج الدعم النفسي الذي أقرته وزارة التربية مشكورة، وخصت به مدارس المناطق المحررة في المحافظات التي تعرضت إلى احتلال داعش. ففي صيف عام 2018 تم تدريب 74 قائد تربوي يعني تدريبي تدريبا شاملا ليكون مؤهلا لقيادة عمليات التدريب في محافظة نينوى. هؤلاء 74 المدرب يعتمدون كمشاريع استثمار في تدريب باقي المعلمين والمدرسين، وبالأخص الفئة العمرية للمرحلة الابتدائية، لتدريبهم على أساليب دعم الطفولة ودعم النفسي للطفل الذي قد تعرض للمشاهد الرعب والدمار التي رافقت عمليات التحرير ورافقت أيضا فترة احتلال داعش لمدينة الموصل. هذه الورش العمل احنا بصراحة يعني نعتمد عليها اعتمادا كبيرا للاطلاع على تجارب السابقة. في هذه الورشة تم عرض تجربة ريجيو إيميلي في إيطاليا التي نهضت من بعد الحرب العالمية الثانية من الركام، وبدأت في استحداث نظام تعليمي مطور يعتمد على الطفولة ودعم النفسي للطفولة. تتعلم ان هذه الطريقة اللي استخدمها مو صحيحة ام صحيحة، وتنظر امهات، وهذا يدلكم على الرجال يعني لازم لكم دور، لا تفشلون يا جماعة. لا والان قامت تطبق على ارض الواقع. والله من خلال عملي ودوراتي في مسألة الدعم النفسي للمعلمين وخاصة الفئة العمرية المحددة اللي هي تبدأ من الست سنوات إلى ال 12 سنة، وجدنا تحسن يعني لا قليل في تطور المعلمين ودعمهم النفسي والاجتماعي للطفل، خاصة بعد الأحداث التي عاشها أطفال نينوى والصدمات والأزمات التي مروا بها. فنلاحظ أن وجدنا تحسن وتطور لا قل يعني لا ليس بالقليل، ولكن هناك حاجة لدعم هذه الدورات ودعم هؤلاء المعلمين ودورات يعني مكثفة أكثر لتشمل جميع المعلمين في جميع الفئات العمرية، خاصة في المرحلة الابتدائية، التي لأن الأطفال في هذه المرحلة يعني بحاجة وبمس الحاجة إلى يعني امتصاص الصدمة، امتصاص الأزمة التي هم يعني مروا بها. وصناعة أمل.
لحظة. Thank you.